اليوم رح نكمل حلقاتنا عن كيفية خلق الإثارة في أغانينا. شفنا مع بعض بالحلقة الأولى كيف إنه في هناك عوامل داخلية وخارجية عند المستمع تأثر في قرار استحسان للعمل الفني، وعرفنا إنه ما في شيء اسمه عمل فني ممل، ولكن في شيء اسمه عمل فني قليل الإثارة. واستعرضنا منحنى الإثارة للأغنية النموذجية، وبالأخير ذكرنا إيش هي البارامترات الموسيقية والبارامترات اللاموسيقية في كل عمل فني واللي تأثر في خلق الإثارة عند المتلقي. اليوم رح نتناول أول بارامتر وهو القالب أو بناء الأغنية. القالب أو بناء الأغنية هو أحد البارامترات اللاموسيقية. هذا البارامتر يخص البناء العام للعمل الفني. في الموسيقى الشرقية تقسم القوالب إلى قسمين: القوالب الغنائية والقوالب الموسيقية. القوالب الغنائية هي مثل الموال، الأغنية، القصيدة، القدود، المونولوج، الراوي، البندة، النشيد، الديالوج، الوصل، الأهازيج. أما القوالب الموسيقية هي مثل المقطوعة، المقدمة الموسيقية، الدولاب، التقاسيم. شرح هالقوالب الموسيقية مع الأمثلة تقدروا تقرأوا عنها في موقع الخاص nabilyousef.com. العمل الفني ممكن أنه ينبني على قالب واحد، مثل أغنية أمطي البولغ لليال نعمة اللي هي على قالب الأغنية، أو يمكن يبنى على عدة قوالب فبشكل شيء منسميه وصلة. على سبيل المثال أغنية أطور عابدين للفنان فؤاد سبير اللي بدأ بالتقاسيم، بعدها موال، وبعدها تبلش الأغنية. ولأنه أغلبية أعمالنا الفنية بتكون مبنية على قالب الأغنية، لهيك رح نركز الحلقة على هذا القالب. لحتى ندرس كيف أنه اختيار القالب ممكن يأثر على استحسان العمل الفني، لازم نفهم المكونات الأساسية لقالب الأغنية. رح أعتمد في الشرح على التعابير والمصطلحات الإنجليزية، لأنه هي مصطلحات معرفة أكاديمياً وتدرس في الجامعات، ورح أشرح المكونات مع مثال لأغنية نعرفها كلنا، وهي أغنية باسكال أرحيمي مارولي. الانترو. الانترو هو عبارة عن جملة موسيقية أو أكثر بيكون في بداية العمل الفني، بيهيئ المستمع للدخول بالأغنية. في مثالنا في أغنية باسكال بيمثل الانترو هذا الجزء. سولو الموسيقى هو جملة موسيقية أو أكثر لآلة واحدة أو لمجموعة من الآلات تتوسط الجمل اللي بيصير فيها الغناء، أو يتوسط بين الانترو والجمل الموسيقية اللي يرافقها الغناء. في مثالنا عن أغنية باسكال بيمثل سولو الموسيقى هذا الجزء من الأغنية. الفيرس. الفيرس هو عبارة عن جملة موسيقية أو أكثر بيتكرر عدة مرات في الأغنية، ولكن مع كلمات مختلفة. في مثالنا عن أغنية باسكال بيكون الفيرس في هذا الجزء من الأغنية. من يضمر ويلك رح ملوخ لك تنخنو بللي، من يود عصر ويلا حمرو مسبو ثحلي. البريدج.
البريدج هو عادة بيكون جملة موسيقية واحدة وبيتوسط بين الفيرس والجزء التالي اللي هو الكوروس. في مثالنا عن أغنية باسكال بيكون هذا الجزء من الأغنية هو البريدج. من الجدير بالذكر أنه مو ضروري دائماً بيكون عنا بريدج بالأغنية. الكوروس هو عبارة عن جملة موسيقية أو أكثر ويأتي بعد الفيرس أو بعد البريدج، وهو لب الأغنية اللي بيحمل رسالة الأغنية للمتلقي. في غنية باسكال بيمثل الكوروس هذا الجزء. الكودا هي الجملة الموسيقية أو الجمل الموسيقية اللي تكون في ختام العمل الفني. هالمكونات اللي ذكرناها نقدر نتخيلها مثل مكعبات بألوان مختلفة. نقدر من هالمكونات نشكل لوحة، ولتشكيل هاللوحة رح نشوف حالنا أنه نحن قدام احتمالات كتيرة. مثلا في عنا احتمالات لبداية الأغنية، إنه الأغنية ممكن تبدأ بإنترو قصير مثل أغنية جارابياتي يوما مباشرة مع الكوروس مثل أغنية ليندا جورج سبب إيوة مخبي. هالاحتمالات اللي ذكرناها هي فقط بعض الاحتمالات لبداية الأغنية. تعالوا نرتب المكونات الرئيسية اللي شرحناها بطرق مختلفة ونذكر أمثلة لأغنيات معروفة. مثلا ممكن نحن نرتب المكونات على هذا الشكل: انترو، سولو موسيقي، فيرس، سولو موسيقي، فيرس، سولو موسيقي، فيرس، سولو موسيقي، فيرس، كودا، مثل أغنية سرجون جابرييل واي واي منخ يا مخبتة. أو ممكن ناخد هذا البناء: انترو، سولو موسيقي، كوروس، سولو موسيقي، فيرس، كوروس، سولو موسيقي، فيرس، كوروس، سولو موسيقي، فيرس، كوروس، مثل أغنية نيني بلحدو بريخ رمشو علو شهرانو. أو ممكن أنه ناخد هذا البناء: سولو موسيقي، فيرس، كوروس، سولو موسيقي، فيرس، كوروس، سولو موسيقي، فيرس، كوروس، سولو موسيقي، فيرس، كوروس، مثل أغنية الفنانة فاتن شابو أنا باروخ بخضارة. وهيك في احتمالات كتيرة في بناء الأغنية من هالمكونات الرئيسية، ولكن البناء غير المناسب للأغنية رح يقلل الإثارة في الأغنية. القالب أو بناء الأغنية ممكن يأثر بشكل سلبي على الأغنية، ممكن ينزل الأغنية للحضيض ويفشلها تماماً. بناء الأغنية على قالب غير مناسب يضع العمل الفني في خطر، يهدد الأغنية نفسها. كل الجهود، كل الموارد البشرية والمادية المصروفة على العمل الفني بنحكم عليها بالفشل بلحظتها إذا كان القالب أو بناء الأغنية يسبب قلة الإثارة. رح نذكر أمثلة لأغنيات وضعها البناء أو القالب في خطر قلة الإثارة حتى نقدر نبين مدى تأثير هذا البارامتر. المثال الأول هي لما بتكون الأغنية مليئة بتكرار ذات الجملة الموسيقية. هذا التكرار على الأغلب يدخل الغنية في خطر امتعاض المستمع من التكرار المستمر للجملة الموسيقية، مثل أغنية سامر جبرو آثن أحلية.
سامر قبره أدخل الأغنية في خطر كبير من قلة الإثارة لما ظل يكرر نفس الجملة الموسيقية في كل مقاطع الأغنية إلى درجة خلتني ما أتحمل سماع الأغنية لدقيقتين متتاليتين. ما كان فيني إلا أن أقلب الأغنية بعد الفيرس الثاني مباشرة. المثال الثاني هو عن أغنية مليئة بجمل متلاحقة متنوعة إلى درجة ما يقدر المتلقي يستدعي اللحن بشكل سريع من الذاكرة أو ما يدعى بالهوك. بناء يفقد المتلقي سرعة استحضار للحن من الذاكرة. أحد أمثلة الأغاني اللي دخلت هاي منطقة الخطر هي أغنية عفرو سيموكو لموسى الياس. الموسيقى عادة تبنى على ركيزتين أساسيتين، واحدة منهم هي التنوع variation والتكرار repetition. التكرار المستمر في الموسيقى غير محبب، والتنوع المستمر في الموسيقى هو أيضا غير محبب. المثال الثالث هو عن أغنية يختار فيها الملحن أو يمكن الموزع أنه يطول فيها سولو الموسيقى طول مبالغ فيه من غير مبرر مقنع لطول هذا السولو الموسيقي. هذا التطويل غير المبرر لسولو الموسيقى يدخل العمل الفني في خطر كبير، وهو أن المتلقي يفقد علاقته مع العمل الفني. يضطر المستمع أنه يحرك إصبعه على الشاشة ويحاول يتخلص من العمل الفني، ولسه ما بيكون تم عرض أكثر من دقيقة واحدة. من أمثلة الأغاني اللي دخلت هاي منطقة الخطر هي أغنية لوليتو شفرو لجابي مسو. الأغنية إلها مقدمة طويلة غير مبررة، مدتها دقيقتين قبل ما يبلش الغناء. عالم الموسيقى اليوم ما عم بيحب المقدمات اللي ما لها ضرورة فنية. في الوقت الحالي ومع نشر الأغاني على السوشيال ميديا صار من الضروري الانتباه أنه الانترو يكون قصير حتى تتحقق عملية إدخال المتلقي في موضوع الأغنية وجذبه لموضوع الغنية بوقت قصير. كتاب الأغاني العالميين ينصحوا أن المقدمة والسولو الموسيقي يجب أن لا تتجاوز نصف دقيقة، ويفضل يكون حتى 20 ثانية لا أكثر، بعدها ضروري يدخل الغناء. في بعض الفنانين العالمين عمدوا في أغانيهم الأخيرة إلى الاستغناء عن الانترو نهائيا، مثل الفنانة العالمية أديل. وفي كتير من الفنانين العالميين اللي بيكونوا فيها الانترو عبارة عن تتابع 4 كوردات وبيدخل بالأغنية مباشرة من دون وجود سولو موسيقى. للحصول على قالب جيد مناسب للأغنية ضروري أنه يجلس الملحن والموزع والفنان ويتفقوا على بناء العمل بشكل بيزيد الإثارة فيه. اختيار القالب أو بناء الأغنية ما هي مسؤولية الملحن فقط، ولا هي مسؤولية الفنان فقط، ولا هي مسؤولية الموزع الموسيقي فقط، هي مسؤولية الأطراف الثلاثة مع بعض. في عنا كمان لوم على كتاب الأغاني أو الشعراء. كتاب الكلمات بيكتبوا من دون أي معالم واضحة للمكونات الرئيسية للأغنية. هن عادة بيكتبوا نص على بناء بيشبه القصيدة أو شيء بيشبه الأغنية، ومع هيك بيقولوا لك أنا كتبت أغنية. ولكن السؤال، كيف بتقول أنك كتبت أغنية وما عندك مكونات واضحة لأغنيتك؟ عدم وضوح وعدم المرونة عند كاتب الكلمات بيأثر على بناء الأغنية، والنتيجة طبعا ممكن تكون قالب أو بناء ضعيف الإثارة. لكل اللي بيعمل في صناعة الموسيقى، نوع من القوالب اللي عم تستعملها، نوع في بناء أغانيك، لا تحط أغنيتك على حافة الخطر باختيار بناء غير مناسب لموضوعك.
في الختام بشكر كل المتابعين وبتمنى تكتبوا لي الآراء في التعليقات. اشترك بقناة اليوتيوب كنوع من المساهمة من دعم المحتوى حتى ندعم موسيقانا وميديا تبعنا. كل شكر للجميع ورح نشوف بعض قريباً.